النهارده في خلال كلمه السيد الرئيس واللي بنأكد ان هي كانت مهمه جدا النهارده، يعني نصيحه اللي ما تابعش الكلمه كلها يتفرج عليها 35 دقيقه بالثانيه، كانت كافيه وشافيه وتناولت الكثير من الامور اللي بتهم المواطن المصري وجاوب على كل الاسئله ربما اللي بتدور في اذهان الناس. كانت 35 دقيقة من أهم 35 دقيقة في كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحديدا في هذه الفترة الحرجة. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة في كلامه على ضرورة ضبط سوء الصرف، وأوضح خلال حضوره الندوة التثقيفية للقوات المسلحة 39 بمناسبة يوم الشهيد أن هو لولا السعر المرن وفقا لطلبات السوق كانت هتحصل مشكلة كبيرة جدا. ونروح مع بعض ونسمع اللقاء أو الكلمة دي من سيادة الرئيس ونرجع تاني. 8-10 شهور كده كنت بتكلم على موضوع التعويم، وقلت أنا هقف قدام هذا الأمر لأنه بيمس الأمن القومي المصري. طب ليه؟ لأن كان تقديرنا ساعتها الاقتصادي إن إحنا ما نقدرش نعمل ده من غير ما يكون عندنا رقم معتبر من الأموال اللي نقدر ننظم بيها السوق ده. لما نسيبه كده كان ممكن أول نتكلم على أرقام ضخمة جدا، تكلمني في 80 و90، ما هو كده بقى. لكن النهاردة كان لما يكون معايا أقدر أقول رقم تقريبي، والدكتورة هالة تصلح لي 45-50 بين الرقم بتاع المشروع رأس الحكمة وبين الاتفاق مع الصندوق 8-9، مش كده يا دكتوره؟ اتفضلي استريح، اتفضلي. والاتحاد الاوروبي وايضا اي امور اخرى. لما يبقى معايا الرقم ده واقدر ان انا يعني اعمل سعر مرن طبقا للطلب، يبقى أنا ممكن أنجح. لكن غير كده كان هيبقى في مشكلة كبيرة جدا في مصر.